حضراتكم في موضوع آخر، موضوع مهم. يعني عرفت من بعض المصادر داخل اتحاد كرة القدم أو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم أن هناك لائحة بيتم تحضيرها، لائحة انضباط يتم تحضيرها، من المفترض أو اللي اتقال لي أن هي لائحة، أو اللائحة دي ما تخرش المية، ما تخرش المية، وهتطبق على الجميع، على كل الأندية، ومن أول نادي، من أكبر نادي لأصغر نادي، هتطبق على 18 نادي، وإن شاء الله سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة أو قبل يوم 21، قبل بداية الدوري. خلي بال حضراتكم مباراة السوبر دي بتاع 2017-2018، فإحنا لسه بننهي الموسم اللي قبل اللي فات، مش اللي خلص ده قريب، اللي قبله. فإن شاء الله يعني من بعض المصادر داخل الاتحاد أو داخل اللجنة التي تدير الاتحاد عرفنا أن هناك لائحة جديدة سيتم تطبيقها وسيتم الإعلان عنها، هتتبعت لكل الأندية، وهيتقال لكل الأندية أن اللائحة دي هي اللي هتطبق، وهتطبق بحذافيرها، وهتطبق على الجميع. الكلام ده كان من المفترض أن هو يتم قبل يوم 21، قبل بداية الدوري العام المصري إن شاء الله اللي هيبدأ يوم 21. ففي خطوات مهمة جدا لو تاخدوا بال حضراتكم. الحمد لله الكلام اللي كنا بنقوله معاكم خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله بيتم تحقيقه، قد يكون متأخر شوية، ولكن في النهاية اللجنة الخماسية معذورين برضو، لأنه عندهم كم أعمال كبير جدا جدا جدا، فلازم يبقوا أقوية جدا في موضوع اللائحة ده تحديدا، في موضوع اللائحة ده تحديدا، لأنه يجب أن يكون هناك فرض التزام على كل الملاعب اللي هيتلعب فيها مباريات الدوري، من الجمهور ومن اللاعبين ومن الجهاز، من الأجهزة الفنية ومن المسؤولين داخل كل أندية ومن الإعلاميين الرياضيين أو كل من يسمي أو كل ما يسمى إعلام رياضي أو كل من ينتمي للمنظومة الرياضية. أتمنى إن شاء الله إن احنا الفترة اللي جاية، لأن احنا كل اللي يهمنا إن احنا نشوف الأهلي طبعا بياخد السوبر وبياخد الدوري وبياخد الكاس وكل الكلام ده، ولكن نفسنا نشوف الجمهور برضو يكون متواجدا في الملعب ويعود بكثرة خلال الفترة اللي جاية. مين اللي هيعمل كده ومين اللي هو جمهور؟ فكل اللي بأرجوه برضو من جمهور النادي الأهلي، وهتسمعوا الكلام ده مني خلال الكام يوم اللي جايين، كل ما هطلع مع حضراتكم هقول هذا الكلام، كل اللي بأرجوه من جمهور النادي الأهلي ان هم يبقوا عارفين ان الناس، كل مصر هتبقى تنتظر جمهور النادي الأهلي في مباراة السوبر المحلي. ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهننجح في هذه المباراة، والخمس تلاف متفرج اللي هيكونوا موجودين هينجحوا في ان هم يعملوا حالة محدش شافها قبل كده. كل اللي بطلبه ان يكون هناك تشجيع مثالي للجميع، تشجيع محترم كالعادة، تحفيز للاعبين زي العادة برضو، وما نقعش في الفخ اللي معمول، ما نقعش في الفخ اللي معمول. معلش حضراتكم لازم تبقوا واخدين بالكم من هذا الموضوع، ان احنا الفخ ما زال موجود، فمش هيقع في جمهور النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي اللي جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت كل الناس بتكلمني، انا متصور بقى ان انا الوحيد اللي ذكي يعني وبفهم في الكلام ده كله، لقيت كل ما حد يكلمني من جمهور النادي الاهلي يقول لي الكلمتين دول، يقول لي يا كابتن على فكره انا عايزينك تقول ان ده فخ، والفخ ده احنا مش هنقع فيه يا كابتن، احنا ما تقلقش، احنا عارفين كويس جدا اللي بيحصل، وعارفين كويس جدا ان اقوى اسلحه النادي الاهلي هي الجمهور، وبالتالي نفسنا يكون الجمهور متواجد خلال الفتره. الناس بتتكلم معايا كده، جمهور لحضراتكم اللي بيكلمني بيقول لي الكلام ده. معلش هتسمعوا مني الاسبوع ده كله الكلام ده كتير، لانه كلام مهم جدا جدا جدا، لان انا يهمني اتكلم كتير جدا واعيد واكرر هذا الكلام، لان انا يهمني ان الفتره اللي جايه في كل مباريات الدوري الاقي 5 و10 و20 و30 الف متفرج للنادي الاهلي في كل مبارياته، في المباريات الافريقيه الاقي الاستاد مليان اللي هيتلعب في المباريات الافريقيه، في المباريات الافريقيه ايضا، في كل المباريات اللي هيلعبها او في كل البطولات اللي هيلعبها النادي الاهلي. فالفخ ده انتوا عارفين طبعا، عارفين يعني طبعا ان الفخ ده اللي بيعمله هو بعض الأندية، بعض الأندية بتعمل الفخ ده عشان النادي الأهلي يبعد عن أقوى أسلحته، لأنهم عارفين قيمة النادي الأهلي أو قيمة جمهور النادي الأهلي.
فكل ما حد يكلمني يقول لي احنا عارفين مين اللي عايز يعمل كده من الأندية، وعارفين ان احنا في فخ. فمن فضل حضراتكم الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا جدا جدا، اتمنى ان شاء الله ان هي تعدي على خير، وان شاء الله انا متأكد ان هي تعدي على خير. وبالمناسبة خلينا نتكلم.